مزيد عن هذا الموضوع نتابع ما قاله الخبير في شؤون الهجرة عبد الفتاح الزين من الرباط في تصريحات أدلى بها لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. موضوع طرد المهاجرين الأفارقة من الجزائر والمهاجرين عموما وخاصة الأفارقة ليس بجديد، لأنه يعني يعود إلى سنوات يعني قديمة، وهو الطرد يخرق كل مبادئ حقوق الإنسان وكل القوانين. فالجزائر في تدخلها هذا لا تحترم أي شكل قانوني، فهذا الطرد الممنهج ولا قانوني، لأنه لا يتم طرد المهاجرين فحسب، ولكن يتم كذلك الاستيلاء على ممتلكاتهم وإن كانت هزيلة، ويتم طردهم بشكل همجي لا يحترم مبادئ حقوق الإنسان ولا حتى في ظروف الحرب. يعني نعتقد أن اليوم الجزائر تخوض حربا ضد المهاجرين ولا تخوض طردا، ولهذا فعلى الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي أن لا يعمل فقط على مستوى الآليات، بل عليه كذلك أن ينبه وأن يثير الانتباه، بل عليه أن يقدم انتقاداته للسياسات التي تقوم بها الجزائر. وهذا هو ما يضمن أن نجد حلول إفريقية للهجرة، والتي قد تصبح نموذجا عالميا في إطار الحكمة حول الهجرة.